جري. هذا القاع حق شهر 7. شوفوا السهم ده، شوفوا الشرط التاريخي فين كان أيام 2003 و2005. يا جماعة شوفوا هذه قمة 2006، من أغرب الشرطات وأمتعها. كل الشركات أغلبها في السوق السعودي، يوم تنظر تلاقي قمة 2006 فوق إلا سهم جرير، قمة 2006 تحت. تعرفوا فين قمة 2006 هنا؟ هل تعلم أن السهم في عام 2016 لما صحح وين كان قاعه؟ قريب قمم 2006. من الحالات المقلوبة والغريبة في سوق السعودي، قمة 2006 تحت، لأنه السهم شوفوا فين وصل ما شاء الله. تخيلوا هذا لما يكون ب 55 وب 60 ريال على الشاشة، يكون وقتها نقول قاع الموجة وهي قمة 2006 المخترقة. الله يسمحنا الكلام ده في السهم. تعرفوا كم قمة 2006 أو أعلى قمة تاريخية في مثلا في البابطين؟ قريب 180 إن ما خاب ظن. تعرفوا أنه بعض الشركات تحتاج 4 دبلات من هنا، 4 أضعاف عشان يوصلوا قمة 2006. في بعض الشركات يبغى لها 10 أضعاف. جرير من أنظف الشركات. على العموم إذا نبغى نحلل المرحلة دي، هذه المرحلة نأخذها من قاع كورونا، قاع نحطه على الأسبوعي ونختار بس موجة كورونا، هذه موجة كورونا خلاص. اللي يبغى يحلل تحليل بروفيشنال يحط الشارت كده في جرير. طيب اقعد يتأمل فيه. طيب جرير الآن من قاع كورونا كم صحح؟ والله يا جماعة أكثر من 61 فيه. الله أكبر، شوفوا فين واقف الآن. هي عند منطقة النسبة الذهبية المكسورة قريبا 153-154. يعني جرير صحح وكون في شهر قلنا 6 قاع، كان عند 41-60. هذا اللي قلت لكم عليه ذاك اليوم، كنت أصبرهم. جاء كسر 153 وراح إلى 141، قلت والله مناطق مطب إن شاء الله يرجع، ورجع. وشوفوا لما رجع طلع من 61 إلى 38، رجع طاح. لكن لما طاح المرة الماضية كون لنا قاع أعلى من قاع، يعني صارت قناتنا الآن هنا. شوفوا أبعادها 190 ريال مبدئيا، أو لو حبيتوا تقتنعوا عند 180. طيب السهم الآن فين قاعد؟ والله يا جماعة قاعد يتأهب للعودة. طيب هذا بس كده مبدئيا. لو جينا نبغى نرسم قناة هابط، نشوف هذا الدور الأول وهذا الدور الثاني وهذا قاع الدور الثاني. يعني هذا لو كان يبغى يروح لتصحيح مرة عنيف ويوصل قاع القناة 134، هو هنا دخل قبل المناطق ديك وارتد، والآن المرة دي سوى قاع أعلى من قاع. والله يا جماعة حلو، هو السهم حلو حلو صحيح في الشارت الآن لسه ما زال ضعيف لكنه حلو على اليومي. انت احنا بس نبغى السهم ارتكز فوق 153 على النظرية و 154، حيشق الطريق على النظرية قريب 157 و 156 ونص متوسط 50 على اليوم. استنوا يبني لكم الدبليو، لا تستعجلوا عليه. يعني هو الآن ما زال إن شاء الله يسوي الحركة دي، إذا ما طلع الأسبوع ده والأسبوع القادم اللي بعده إن شاء الله يطلع في نهاية شهر 1 مع اقتراب أو مع نتائج النتائج النهائية. ما أدري هو طلع نتائج ولا ليس، بس إنه شوف يعد العدة، لا تخافوا منه ما داموا فوق هذا الترند اللي هو قريب 149 ريال. ما داموا فوق 149 يا جماعة والله 3 ريال بينك وبين منطقة الخطر، ما داموا فوق أشرهم إن شاء الله يتحرك وإن شاء الله نشوف له عودة تدريجي. نسأل الله لملاك التوفيق.